السلام عليكم اصدقائي. دي حاجه بسيطه، الناس المهتمه بالمراتب. واحد يقول لي عمال انت بتصور المراتب؟ ايوه يا عم بصور المراتب، دي حاجه مهمه جدا. ماشي، المرتبه دي ب 85000 قدامك. 85000 يعني قول 200 دولار مرتبه عامله ازاي قدامك. خلاص، دي ب 49000 احجام قدامك، 49000. ايه تاني يا عم علاء؟ عنده مراتب كتير. ديت بتلاقي بكم؟ 63000 نفرين. نفرين ممكن اطلعها لك بالطول ووريك الحجم بتاعها. اي الحجم دي ب 85000 اهي، 85000 999 يعني 86000 ب 200 دولار اهي الحجم بتاعها. شايفين الحجم اصدقائي؟ 190 اهي، متر و90 سنتي. دي ب 83 نفس الحجم برضه، ودي ب 79. انا شوف كل هدفي ان اخليك تستفيد وتعرف الاسعار المهاجر الجديد. طيب المخدات عنده المخده دي ب 2000 وكم؟ 2599 يعني 2600. ما تتخضش، 2600 يعني قول 3 دولار، ما هو الدولار ب 500 1000. خلاص، اسعار رخيصه جدا. Muy bueno.